متتبعي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللايف ومبروك عواشركم. كنتواجدوا الآن منزل شعيب اللي مع الأسف توفى الأب ديالو هو في عمره 10 سنوات. في 10 سنوات الضيق ذات اليد، يعني الناس على قد الحال، خرج يخدم هو في عمره 11 عام، خدم مع السدور وميكانيك. قدر الله تصاب في الشوفية ديالو، ملي تصاب من تما ما براش، من تما هذيك الإصابة ديال الشوفية اكتشف أن عنده مرض مزمن وهي البرودة في الدم وهشاشة العظام. هذا المرض خلاه يتناول الطبيب، وصف ليه الدواء مدى الحياة، إلا ما شربوش يولي حساس بزاف أكثر من القياس. خرج خدم، الا ان الخدمه كيشوفوها في اليامات الاولى عادي، ان فوا كيمرض كيتقاد عليه الدواء ما كيقاس باش يشريه، كيعرفوه مريض كيجريو عليه من الخدمه. ولكن نشوفوا القصه الكامله مع اخونا شعيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ويا شعيب، عاود لنا القصه ديالك من الاول. شنو شعيب دخلفه؟ ارفع صوتك شويه. انا شعيب دخلفه، عمري 24 سنه. انا كنت عادي، الطفوله ديالي دازت مزيان. في عمر 10 سنين مات لي الاب ديالي، خوتي كانوا باقيين صغار شوية وانا صغير فيهم. خرجت نخدم نعاول على راسي والناس الدار حتى انا تقاتل مع الوقت. خدمت في واحد الحانوت درب جازي كيديروا الميكانيسيان والصدور، حانوت واحد وفيه جوج معلمين، و30 درهم في السيمانة. درت عندهم مدة، انت كتخلص 30 درهم في السيمانة؟ شحال في عمرك ديك الساعة؟ 10 سنين. كيف مات الوالد ديالي خرجت نخدم، حبست المدرسة وخرجت نخدم. ارفع شوية صوتك باش نسمع. حبست المدرسة وخرجت نخدم، ومن بعد دوس عنده واحد المدة ديال 6 شهور، وكان واحد الحديدة خارجة من الباراسول وتضربت في الشوفي ديالي وتنفخات لرجلي، ومشيت لارجونس داك الليل، داروا لي القابس، تبعت التريتمون ديالي. بعد مدة ديال 2 سيمانات حيدت القابس باستشارة من الطبيب، من تما حسيت برجلي بديت كتخطف، مبقاتش نورمال. كنت انا نورمال، كانت رجلي عادي، وليت كنمشي على صباعي. وتبعت عند الطبيب ديك الساعة واحد المدة، شفت واحد في صباحي دوزا مع واحد الطبيب سميتو ساطح، هشام ساطح، اختصاصي في هشاشة العظام والمفاصل. مشيت عند، ما براتش لك رجلك ديك الساعة؟ ما براتش لي رجلي، تخطفت لي بزاف. سيد لك تخدم عنده تكلف بيك في الدوايات، اين فوا تضربتي؟ قالك سير تضربتي، خرج لي الدواء غير ديال الهرسه، ماشي شي حاجه بزاف. عطاني 150 درهم قال لي يعني. ما عندي ما ندير لك حتى تبرا ورجعت خدم. اها. ومن بعد مشيت، بقيت كنعاني مع المرض ديالي لمده ديال 12 عام، من 2011. ارفع صوتك باش الناس. من 2011 حتى لدابا وانا كنعاني مع المرض ديالي، مع السبنيري زوج جوج المرات. قلت لك مي مشيت عند ساطح بروفيسور ديال الاعضاء والمفاصل، خرج لي واحد الدواء سارازوبيرين وبروفيد هذا، وبديت كنشربو. هذا داير 150 درهم وهذا داير 35 درهم. هذا الطبيب كيقول لي ما تشربوش يوميا، وهذا هو اللي كيحاد لي الحريق. كنشربو يوميا، لما شربتوش ما نقدرش نعس وما نقدرش نتمشى نورمال. من بعد ديك الطبيب خرج لي الدواء، عطاني تحاليل، كتب لي برا قال لي ضروري تمشي لميريزكو وما يتبعو معاك. تبعت في 43 جناح 43، عزت فيه الدواء والتحاليل سكانير، ولقاو عندي هشاشة العظام وبرودة في الدم. وكنشوف الناس غير كبار اللي كتجيهم هاد الحالات، وانا باقي صغير وكنتمنى نتمشى على رجلي. كان في عمرك شحال فاش عرفتي المرض ديالك؟ 11 عام. اكتشفتي ان عندك برودة في الدم، برودة في الدم وهشاشة العظام. اي حاجه دابا تقيسني بالجد في يدي ركابيه الشوفي ديالي نقدر نتهرس في اي وقت، اي لازلك الله يحفظ نقدر نتهرس. تهرس وما ما تبراش؟ ما تبراش، تيبقى الهرس شويه. شحال دابا في عمرك دابا تقريبا؟ دابا عمري 24. يعني شحال وانت في مريض؟ 1797. يعني شحال دابا وانت مريض؟ شي 11 عام 12 عام بحال. وانت في الدوايات وفي الدوايات وفي التحاليل والراديوات والسكانات والبراوات ديال البروده في الدم. لقيت شي 93 برا هنايا في خدي، تقصح شوف. من بعد ولفش على الدواء بشويه بشويه، في اليوم مكنتش باغي الدواء هذا وهذا، حيت عندهم اعراض وحدين اخرين. واخا كيحيد لك الالام، كيدير لك تضرب لك كلاوي، كيضرب لك العصا في العينين،
هادشي علاش الطبيب ما كينصحك ما تشربوش ديما، ولكن انت بالحريق ديالو ما كتقدرش. اللي حسيتي بالحرق شربو، انا الحرق ما نقدرش ما نشربوش. ما تمشيش نورمال، كان تمشي على صباح ونظرت للمشاعم ملي كتخرج الزنقه شويه قاصحه، ودفعت شحال من سيفا من السيفي ديالي للشركه ديالي صح خدامي بزاف ديال الحوايج والو ما كيقبلوش. شوف ويشوفك ما كتمشاش مزيان ما كيقبلوش. شوف سير تنعيط دابا درت واحد المشروع ديالي صغير هو تنبيع الشامبينيون مايز مجعبه في الزنقه، ودابا ملي كيكون مقدم جاي هو مخازنيه جايين ما كنقدرش نجري. كتقدرش تجري؟ ورينا المشيه ديالك كي ولات. حط الميكرو. يعني القدم ديالك ما بقيتيش تقدر تحطو، ما كتقدرش تحن. ها هي الكرمه ورجلي كتنفخ. ها هي الكرمه رجلي هذه شوفي كتنفخ اللي تمشيت عليها بزاف. الصبر ديالها قلت لي كتلبسها بالسوميله غليظه. حاشاكم هاي السوميله، هاي السيستم ديالها غليظ كتكون متسعه، ومازال كندير عليها السوميله غليظه فوق من السوميله وكندير فراشه يعني باش الله توصل لك للقدم ديالك. القدم ديالي باش تبان المشكل شويه نورمال. خذ الميكرو. دابا كنتمنى شي طبيب اللي يساعدني ويشوف الحاله ديالي ويكون مختص في المرض ديالي، وطلبوا لي واحد الدواء واحد البرا دايره بمليون من فرنسا، وما قدرتش على الحاله شويه ضعيفه. حاله ضعيفه بحال هاد البرا كتدقى مره في العام ماشي يوميا، باش تحبس الدواء كامل خاصك تدوق ديك البرا. هادشي اللي طلب لي سطيح هشام بروفيسور في الاعضاء والمفاصل، حتى ملي زقومي شافوا ديك الورقه وقراو الدوسي ديالي قال لي هذه البرا هي الحل، كتجي من فرنسا ديك البرا. شحال كدير؟ مليون. مليون للعام. العام؟ العام. اش كدير هاد البرا الا دقيتيها؟ كتدي لك الماء في المفاصل كيبقى الدور الدموي مزيانه، ما بقاش نفخو لك رجليك حاد عليك الحريق. هادشي اللي شرحوا لي الاطباء. ما عرفت سميتها؟ ما عرفت سميتها. المهم ان شاء الله الجاليه المغربيه اللي في فرنسا تكون شايفه. كتكون في فرنسا البرا؟ البرا في فرنسا. كنتمناو الجالي يعني من فرنسا، ما كاينش في الفرماسيانات المغربيه. دير 3000 ريال وديما كنقطعوا. دابا راه جاي 3 شهور ولا 4 شهور وانا قاطع، بقاو في غير شي 4 الحبات. وهاد البروفيل هذا هو اللي كنقدر نستطع نشري، وكاين 35 درهم كل سيمانه كيتسالي لك وانت ما خدامش. يلاه تحرك دابا شي شهر. بصح هو حتى دابا كطلب غير خدمه، كنطلب خدمه وشي بروفيسور اللي تبنى المرض ديالك والبرا اللي هي الوحيده اللي تكالمي لك هذا المرض. هذه هي الحل باش تمشي على رجليك ترجع نورمال، والخدمه اللي تقدر تهزبها راسك. وانا باقي صغير، باقي عندي طموح عندي امل باش انا نمشي على رجلي نتزوج ندير بزاف الحوايج، على الاقل نخدم ان شاء الله في الوالده هي اللي بقات لي في الدنيا كامل ان شاء الله يا ربي. شكرا اخ شعيب. كما سمعتوا قصه الاخ شعيب. بغيتي تزيد شي حاجه؟ كنطلب دابا معاك كندير واحد الكراسه صغيره، بغيت هذيك الكراسه ديال المبادره باش ما نبقاش نجري على المقدم او المخزن داكشي، ما كنقدرش نجري. السلعه ديالي كتكرفس كتجي معاها دغيا ما عندك يدي. الكراسه ديال المبادره دايره شي 70 سمعت وقيله زوينه، وكيخليك تحط قانوني في الشارع في الحي المحمدي. الحي المحمدي. رسالتك وصلات اخ شعيب. نتمنى للمحسنين يشوفوا الحاله ديال اخ شعيب. ها هو عنده ديبلوم ديالو التكوين المهني ديال الالومنيوم. ديال الالومنيوم هذه بطاقه ديال المقاول داشي يلاه صاوبتها، وما عارفش على بزاف ديال التفاصيل. كنتمنى شي واحد اللي يفسر ليا ان شاء الله بزاف التفاصيل. عندي الرامي ديالي اخ شعيب كما سمعتوا هو باغي غير يخدم، ولكن تكون شي خدمه على قد صحته، لان صحته كتخونو. عنده الدوايات بزاف، عنده هاد الدواء كيجي من فرنسا 150 درهم، قال لك ما بقيتش كناكلو لانه ما عندوش فلوس. هذا ب 35 درهم ولكن ما كنصحش به لانه كيضرب الكلاوي، وهو الوحيد اللي كيداوي ليه الحريق اللي جاي ليه من العظام ديالو. كنتمناو، عنده امل واحد وهي برا كاينه في فرنسا، هي اللي كدير الدوره الدمويه وهي اللي كدير الماء في المفاصل. المفعول ديالها عام. باش كيرجع مزيان المفعول ديالها عام. كنتمنى من الجاليه المغربيه اللي في فرنسا تواصل معاه،
رقم الهاتف ديالك قول لنا رقم الهاتف. 06 57 75 50 83. نتمنى الجالية المغربية اللي في الخارج تشوف هاد الولد وتصيفط لي هاد البرا هادي ان شاء الله. كدير شي 1.5 مليون ياك؟ هو على قد الحال. كنتمنى المحسنين يشوفوا من حاله وباغي خديمه وباغي اللي يعاونوا. هو دار بطاقه المقاول الذاتي شي واحد اللي يعطيه معلومات وينفعه. هو دابا داير غير طويبله صغيره فيها المجعبه وفيها هادشي ديال لي زون لي شامبينيون، ولكن كيجيو السلطات كيجريو عليه هو ما كيقدرش يجري. راه كما كتشوفوا القدم ديالو ما كيحطوش في الارض، ما كيقدرش يحط القدم ديالو في الارض، كيمشي غير على طرف صباعو. كنتمنى الراميد، كنتمنى ان شاء الله المحسنين يشوفوا من حالو. وعواشركم مبروكه، ونتلاقاو ان شاء الله في لايف جديد. الى اللقاء.